وأولى فقراتنا لليوم حنروح للجمعية الفلكية السورية. رح نحكي ضمن فقرتنا لليوم عن أهم الظواهر اللي ممكن نحن نشهدها بال 2024، أيضا رح نتطرق للأنشطة اللي عم تقوم فيها الجمعية، شو هي حركة النجوم والكواكب اللي رصدتها الجمعية، ومعلومات كتير مهمة. وأهم اليوم رح نشوف كيف حنكون صيف 2024. أكيد ضيفنا لليوم وهو من أهل البيت الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. سعد صباحك دكتور. يسعد صباحك، بشكل عام وانتي بخير. ليلى يسعد صباحك، العام وانتي بخير. نعاد عليك دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم. طبعا كل الناس بتترقب لتعرف شيء عن الظواهر الفلكيه، شو رح يصير، وخصوصا شفنا كثير احداث فلكيه صارت بالعام الماضي. خبرنا اليوم شو هي ابرز الظواهر الفلكيه لعام 2024. تمام، يمكن 2023 ودعنا بظواهر عديده، يمكن اذا بدنا نعنوا ان عام 2023 مبدئيا لانه نقل الرايه ل 2024 من عنه بانه كان عام الكوارث البيئيه والفلكيه، يعني تنذكر وما تنعاد زلزال 6 شباط، نتذكر الفيضانات اللي حدثت بعدد كبير من الدول العالم، حرائق الغابات، التغيرات المناخيه اللي شملت العالم بشكل غير مسبوق اطلاقا. هذا كله للاسف الشديد بجزء منه انتقل لعام 2024. اذا نحكي بالظواهر الفلكيه، يمكن الظاهره الفلكيه الابرز اللي حتكون بعام 2024 هي المذنب لايمون. المذنب لايمون اكتشف بعام 2023، يعني العام الماضي، لكن يتوقع ان يقترب من الارض بعام 2024 ليكون اجمل ظاهره اذا اخذ لمعان كامل، راح يكون مشاهد بالعين المجرده كانه شيء عم يمشي بالسماء لمدة يومين أو 3 أيام ويرى بالعين المجردة. هذا إذا استطاع أن يأخذ الضوء الكامل من الشمس. هذا الشيء حيكون بمنتصف 2024 وحتى نهاية عام 2024 إذا نترقب أن يأخذ الإضاءة الكاملة. بعام 2024 كظواهر فلكية عندنا كسوفين وخسوفين اللي كنا عم نحكي عليهم تحت الهواء، أنه الكسوف لما يكون القمر ما بين الأرض والشمس، للأسف الشديد ما لنا محظوظين فيه كسوريا، لن يشاهد الكسوف والخسوف في سوريا هذا العام، فما عندنا ولا كسوف ولا خسوف مشاهد في سوريا، ولكن في كسوفات وخسوفات مشاهدة في العالم. إضافة إلى ذلك في عندنا كمان ظاهرة فلكية حتكون ممتعة جدا، بالإضافة إلى الهطل الشهابي 11-12 آب و17-18 تشرين ثاني، عندنا هذا العام 4 أقمار عملاقة كبيرة واضحة لامعة جدا استثنائية. حيكون غني عام 2024 بالأقمار العملاقة أو ظاهرة القمر العملاق. هذا بالنسبة للظواهر الفلكية. أما الأخبار الفلكية واللي هي فعلا عام 2024 رح يحمل خبر كتير مهم ويخلي العالم كله مثل ما بيقول يوقف على رجل واحدة بعلوم الفضاء والفلك، هي وصول الإنسان كإنسان كجسم يعني ككائن حي لأبعد نقطة له في الفضاء بعام 2024. بعام 2023 تم اختيار فريق العمل رواد الفضاء بقيادة امرأة للوصول، هي الفريق اللي حيكون رايح على القمر بعام 2024. إذا عام 2024 رح يرجع العنوان الرئيسي القمر يرحب بكم. حيكون عام 2024 عودة الإنسان بأرتميس 2 بأرتميس 2 إلى القمر. طبعا بعام 2023 اختير فريق العمل يلي حيكون قائد للمركبة رائدة فضاء وخمس رواد فضاء عم يتدربوا سنة كاملة، يعني من 2023 لمنتصف 2024 رح يكون تدريب كامل. بنوفمبر تشرين الثاني 2024 رح ينطلقوا إلى أبعد نقطة يصلها الإنسان تمهيدا لهبوطهم مرة تانية على سطح القمر. وهيك بنختم ملف انه يا ترى هبط الانسان على سطح القمر ولا لا؟ هبط او لا؟ تمام، هبط هو، لانه حينعاد الهبوط مو بس من امريكا، حينعاد من روسيا، من الصين، من اليابان ومن اوروبا، اذا اكثر من دولة الان تحضر نفسها للعودة الى القمر. طبعا العودة الى القمر مو مشان والله هبط ولا ما هبط، لا، هن عندهم شيء اكبر من هيك، عندهم معادن نادرة لقوها على سطح القمر. فالغاية الآن مو أنه يرجع الإنسان بس أنه ينزل على سطح القمر ويعمل هيك باي وسيلفي وكذا، لا لا لا، يعني رح ننتقل لحرب الفضاء. إيه متوقع أنه يرجع التسارع لاستغلال الفضاء. لسبب اليوم رشا مثل ما بتعرفي ليلى، اليوم الأطماع كلها بتتجه لشيء اسمه السوبر كوندكتور أو النواقل الفائقة، الكمبيوتر الأسرع، الموبايل الأسرع، الكاميرا الأسرع، كله عم يتوجه لشيء يكون أسرع تكنولوجيا. اليوم قديش أسرع شركات الموبايل، قديش بتربح أرباح هائلة. طيب لحتى يحصلوا على تقنية أفضل بدهم معادن نادرة، هاي المعادن النادرة مو موجودة كثير على الأرض، موجودة بالفضاء أكثر. فالشركة أو الجهة أو الدولة يلي بتحصل على هالمعادن أكثر
رح تكون عندها تكنولوجيا اقوى، عشان هيك عم يرجع التنافس لا للفضاء. يعني كمان عندنا بالنسبه للمهمات جوسي او جويس اللي هي مهمه اوروبيه لاستكشاف توابع المشتري. عفوا، ليش المشتري؟ المشتري فيه الهيدروجين الثقيل وهو ماده هامه جدا للمفاعلات النوويه. اللي بيحصل على الهيدروجين الثقيل بيقدر يولد كهرباء، يولد طاقه نوويه نظيفه بكميات كبيره جدا. ف لاحظوا لوين راحوا بقى التوجهات. بالإضافة إلى ذلك للبحث عن حياة تحت قشرة توابع كوكب المشتري إنسلادوس ويوروبا. إذا هي علوم الفضاء والفلك طبعا بعيدة تماما عن للأسف الشديد اللي سمعناه برأس السنة من تنجيم وترعيب للناس أنه هذا العام عام زلازل، عام كوارث، عام ما بعرف شو. لا نسمع هذا الكلام أكيد. أولا الزلزال يلي صار بسوريا وتنذكر ما تنعاد حدث وفرغ طاقة. ما عاد في طاقة تانية ليعمل زلزال بألف باء العلم. نحن حتى يصير زلزال بدنا طاقة. طيب الطاقة تفرغت بكميات كبيرة جدا بستة شباط 250 سنة لا تماما. يعني بدها وقت، مش شغلة بين يوم وليلة. صحيح. وكل شيء عم نعيشه ارتدادي بسيط. يعني نعم الناس عم تشعر بهزات خفيفة، لكن هذا الارتدادي البسيط. زلزال اليابان ضلت سنتين الهزات الارتدادية، زلزال تشيلي ضلت سنة ونص. فمن الطبيعي لا نرعب الناس ونستغل حاجة الناس وخوف الناس وقلق الناس، لأنه فعلا رشا ليلى اللي سمعناه برأس السنة من تنبؤات المنجمين للأسف الشديد كان مرعب جدا. كل العالم بتنطر لتسمع هاي التنبؤات، وهذا غلط. بتحب تعرف شو رح يصير. كثير حلو، مظبوط. الناس بتحب، عندها رغبة دائما تعرف المستقبل، لكن صاروا يلعبوا على هالوتر. صاروا يمرقوا أخبار تماما، صاروا يمرقوا أخبار بتخوف مرعبة. ليش نفوت السنة متشائمين؟ ليش كان فوت سنة؟ تفائلوا بالخير تجدوه، تفائلوا بالخير بأي شيء. العام 2024 عام حلو بالنسبة لنا كظواهر فلكية، كنشاطات للجمعية، كأحداث فلكية. عام كتير حلو مليء بالنشاطات. فلا نفوت بشكل متشائم ونسمع للمتنجمين يلي فعلا من بداية العام سكروا لنا هالعام بجلالة سودة. خلينا ننتقل للبعده. تماما، خلينا ننتقل اللي بعده فورا نطلع 2025. طيب دكتور، ذكرت حضرتك الجمعية الفلكية السورية، ودائما نحن متعودين على حركة من حضرتكم، على أنشطة بتشتغلوا عليها قبل سنوات مثل ما خبرتني حضرتك. خلينا نشوف اليوم جمعية شو حضرت لل 2024. هل في أنشطة اليوم حنشوفها على الأرض؟ طبعا. هلا بالبداية عنا أهم شيء والعنوان الرئيسي إلنا أنه نحن دخلنا كجمعية فلكية سورية كسورية إلى الاتحاد الدولي للفلك. دخلنا حتى نضل بقيانين، وبالتالي عندنا نشاطات مع الاتحاد الدولي للفلك. مجموعة من النشاطات هي نحن ملتزمين فيها بتحقيقها، مجموعة من الأبحاث، مجموعة من الدراسات، مجموعة من المهمات يلي حنكون فيها. طبعا نحن عم نحاول الآن كمان هذا العام بعام 2024 أن يكون عندنا كوكب جديد بعد كوكب تدمر وكوكب أوغاريت ونجم إبلة، أن يكون عندنا كوكب ثالث وعم نسعى يكون اسمه الفيحاء. كيف اليوم عم تسعوا؟ يعني اليوم الكواكب، يعني كيف اليوم نحن قادرين ندخل كوكب جديد على المجموعة الشمسية؟ أصبح اكتشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية موضوع متاح بالنسبة للمراصد الموجودة عندنا. بكل بساطة نحن بندرس النجوم، بنقيس طيف النجوم الجاي لعنا على التلسكوب، بنشوف ترددات طيف النجم. لما نلاقي أنه صار في تظلم أو انعتام، خلينا نسميها أنه ضوء النجم راح، نحسب راح اليوم مثلا الساعة 9، بنشوف إمتى بيتكرر. إذا تكرر أكثر من مرة بشكل دوري خلال فترة زمنية محددة، فإذا في شيء عم يدور حوله. هذا اللي عم يدور حوله حيكون حتما كوكب، لأنه الكوكب بياخذ ضوءه من النجم. فهيك بنكون اكتشفنا كوكب يدور حول نجم. عندنا نجوم كثير، عندنا 250 ألف مليون نجم بمجال درب التبانة. فتخيلوا قديش في احتمالية أنه نشوف كواكب. لليوم في عندنا 5500 كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، رغم أنه الرقم متواضع نسبة إلى عدد النجوم، لكن لسه الخير لقدام. فاليوم في 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 حماس عالمي لاكتشاف الكواكب أو استكشاف الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية وإطلاق أسماء حضارية، أسماء ذات قيمة. على فكرة اليوم منجمين الأبراج واللي بيتابعوا حركة الفلك والكواكب عندهم، خلينا نقول عتب اليوم، أنه دائما عم يكون في إدخال كوكب جديد، فهنهم عم يرجعوا بدراستهم الفلكية ليضموا هذا الكوكب. يعني حتى نثبت لهم انه كلامهم كذب عم نعذبهم. حتى في عندنا البرج رقم 13 اللي ما بيحكوا عنه، اللي هو برج الحواء، اللي هو من 8 كانون الاول ل 16 كانون الثاني. هذا برج الحواء اللي هون مواليدهم بهالفتره. برج الحواء ما حدا بيحكي لهم عنه لانه المنجمين ما بيعرفوا. معلومه جديده يا دكتور، لكن نسمع منك. 13 برج، ما في 12 برج ابدا، هن 13 برج. في برج الحواء وما في برج مدته 30 يوم، في ابراج مدتها 8 ايام كالعقرب، وابراج مدتها 48 يوم كالعذراء اكبر برج. اضافه لهالشيء لا تقولوا لحدا برج الجوزاء مو موجود،
ما في برج اسمه الجوزاء، الشمس لا تمر في برج الجوزاء، الشمس بتمر تحت برج الجوزاء بشيء اسمه التوأمين، وبالتالي كل مواليد برج الجوزاء ما لهم جوزاء. هلا هيك فتحت لنا ملف بده لحاله حلقه دكتور، والناس كثير بتحب هدول القصص. يعني هي في كثير شغلات فظيعه على هالموضوع تحديدا، يعني بالدليل العلمي انه شو هالقصه هي، شو حقيقتها، وبالتالي فعلا في ترتيبات علميه مختلفه عن الشيء يلي بينقال. اما برجع لسؤالك مشان ما اخذ هذا الملف خليه لحلقه ثانيه، خليه بحلقه ثانيه. بالنسبه لنا كجمعيه كمان عندنا نقطه كثير مهمه السنه رشا ليلى، هو موضوع الاحتباس الحراري. بصراحه اكثر هم شاغلنا حاليا موضوع الطقس والمناخ. ظهرت النينو اليوم قد عم تلعب دور كثير مهم بهي القصه. يا رشا قديش عم تلعب دور مهم. بصراحه حتى اكون صادق معكم، ببدايه عام 2023 جتنا التقارير على موضوع ظاهرة النينو والاحتباس الحراري، كان 90% من العلماء عم يقولوا هي ظاهرة وهي ظاهرة، ما رح يصير في تداخل بيناتهم، وبالتالي الحرارة رح تبقى أعلى من معدلاتها بدرجة درجتين، درجة فاصلتين اللي هي الاحتباس الحراري. هذا الاحتباس إيمت رح يكون؟ يلي هو من بعد الثورة الصناعية ومستمر لحتى الإنسان يتوب عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. فالعام 2023 شو صار ليلى؟ تداخلت ظاهرة النينو مع الاحتباس الحراري بشكل غريب عجيب. هالتداخل ولد اضعاف الشيء المرتقب، يعني اليوم نسمع من الارصاد الجويه المديريه العامه للارصاد الجويه انه يوميا عم يقولوا لنا الحراره اعلى من معداتها من 4 إلى 6 درجات، نحن كشيء بنطلع لقدام كثير شايفين انه الصيف حيكون جدا قاسي حارق، وهذا الشيء واضح صار واضح. بكير كمان، يا سلام عليك، فعليا كمان نحن دخلنا الشتاء بكير وما شعرنا فيها. يعني نحن فعليا دخلنا الشتاء قانونيا بالفلك عندنا، دخلنا صار الانقلاب الشتوي تماما، بس انا كفلكي دخل عندي الشتاء. طيب وينه؟ مزبوط، لهلا كميات الامطار ما وصلت للكميات المعتاده، لهلا الجو في برد بالليل، لكن بالنهار شو عم يكون؟ شو طقس عالي، هذا اسمه جو الصحراوي. طيب هذا سببه تداخل ظاهره النينو مع الاحتباس الحراري. طيب لايمتى هذا الكلام؟ هذا الكلام 2025 بتبلش بقى تتناقص ل 2027، لكن ذروته 2024 2025. يعني هذا الشتاء عنوان العام القادم والعام الذي يليه. الحل اما حل داخلي، وبدانا فعلا نحن بعد يعني كثير مراسلات وكثير جهد، ومشكوره يعني الحكومه تجاوبت معنا بموضوع الزراعه، الغطاء النباتي هو الحل الامثل داخليا. انا بسوريا كسوري بيهمني غطاء النباتي يحميني، يحميني من العواصف الترابية، يحميني تغيرات مناخية، لكن عالميا الحد من الاحتباس الحراري. مين بيقوم فيه هي؟ الدول المصدرة لغاز ثاني أكسيد الكربون. مين على رأسها؟ الولايات المتحدة الأمريكية، يلي للأسف الشديد دخلت معاهدة باريس، طلعت منها، ردت رجعت، ردت طلعت، ردت رجعت، مشان ما تدفع الرسوم يلي عليها، لأنه في دفع، في غرامات عليها، مشان ما تدفع تعمل هالتلاعب هذا، لكن فعليا هي عم تضخ كميات كبيره جدا من غاز ثاني اكسيد الكربون، اضافه لذوبان الجليد في القطبين يلي عم يطلق غاز الميثان، هدول الاثنين عم يتلاحموا مع بعضهم، عم يشكلوا هالطبقه، هي الطبقه يلي عم تمتص اشعه الشمس ما عم تخليها ترجع، وهذا الشيء اللي عم يخلي صيفنا وشتائنا غير طبيعيين. تذكروا رشا ليلى، فصل الخريف ما شعرنا فيه. وين الخريف وتساقط الاوراق الصفراء والانتقال النسبي ما بين الصفر صفر؟ حضرتك ذكرت بحلقات سابقه انه نحن بهذا الصيف الشتويه ما رح ما في خريف وما في ربيع. صحيح، يعني حندخل من صيف، من شتي لصيف 100%. هذا واضح صار للاسف الشديد، يعني هذا الشيء مو صحي، لكن هذا من ايدينا. هذا الشيء بس الانسان. هلا عندنا نحن مقبلين بآدار لفصل الربيع وبيكون في رمضان، فبالتالي حنلاحظ انه الشتاء قبل ما يصل موعد الاعتدال الربيعي دخل من شتاء ضمنا فقنا هوبا شوب كثير. ليش هيك؟ طب دكتور بالنسبه للاحتباس الحراري، هلا كثير من الناس اللي عم تحضر اكيد رح تخاف انه احتباس حراري ودرجات حراره عاليه، شو تاثيراته السلبيه على البشر؟ كثير حلو. هلا اولا خلينا نحن نكون صادقين وواضحين، سوريا من اقل الدول تاثرا بالحراره لسببين. اول سبب نحن منطقه داخليه، يعني بالنسبه للعالم نحن قلب العالم، اذا بنشوف العالم كيف مقسم نحن بمنطقه خضراء اسمها، هي المنطقه الاقل تاثرا بالاحتباس الحراري، لانه دائما الحراره بتروح تتجه الى القطبين، فنحن تاثرنا اقل. الدول الاوروبيه، استراليا، امريكا، شمال امريكا طبعا هي الاكثر تاثرا، اما نحن الاقل تاثرا بموضوع الاحتباس الحراري. واحد اثنين، كمان نقطه كثير 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 مهمه، نحن بالنسبه لنا الشعور الاكبر بالاحتباس الحراري هو زيادة الحرارة عن معداتها من 4 إلى 6 درجات يلي عم يصير هلا، هذا نحن زروته، يعني الحرارة ممكن توصل بالصيف مثلا 40 50 مو أكثر،
اما اذا بدنا نشوف تاثيره على دول العالم حيكون تاثير اكبر بكثير. يعني شهدنا فيضانات بشكل مرعب، عواصف جديده امبارح بفلوريدا، وقبل منها بالصين كميات امطار هائله بالصين، استراليا عم نسمع بفيضانات. استراليا هلا على فكره فصل الصيف عندها بلشوا الصيف، ورغم هيك امطار غزيره جدا. هي الامطار يلي صارت سيول بهذيك الدول هي امطار واحده للعالم، هي المفروض امطارنا هي الامطار كميتها واحده بالعالم ما بتتغير، لكن يتغير مكان سقوطها. فاذا التغيرات الحراريه غيرت توزع كميه الامطار. هلا الحمد لله رب العالمين اللي ما صار عندنا هالسيول والفيضانات اكيد، لكن نتمنى انه مطر شوي يعدل شان اليوم المنسوب ايضا والاراضي الزراعيه. طيب دكتور، اليوم موعد حلقتنا لليوم رامي، يعني حاطين اليوم نحكي شوي عن نظره الجمعيه الفلكيه للتنبؤات اللي بتصير ببدايه كل سنه، كيف اليوم بتنظروا لها علميا؟ تمام، انا بوجه له تحيه لرامي، دائما بيحركني بهالسؤال. التنبؤات دائما نحن بشكل علمي بنطلع هالتنبؤات على انها تنبؤات موجهه للاساءه للعلم، للاساءه لفكر الناس، لتغيير فكر الناس لمكان اخر تماما. هذا المكان له اسباب بترتبط بالمنجم، لكن علميا هذا الكلام كله مرفوض، لا يوجد هذا الشيء اطلاقا. اليوم انت عم بدك تعمل حاله جدل اليوم دكتور بهي التصريح، يعني طبيعي جدا لانه هذا الشيء اللي عم يصير. يعني تذكر نحن بكل بساطه بدون ما نعذب حالنا نعمل شغله بسيطه، عندنا محركات البحث، نبحث عن كلام المنجم هذا العام والعام الماضي والعام اللي قبله، رح نكتشف قديش في كوارث بكلامهم، تكرار بكلامهم، تكرار بتنبؤاتهم توقعاتهم. احدهم تنبأ بالزلزال من 2020 لليوم، كل سنه بيتنبأ بنفس التنبؤ، زلزال 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 زلزال. طيب من خلال 5 سنين ايش ما بده يصير زلزال؟ اذا بس نرجع، نحن بس مشكلتنا انه ما بنبحث كثير، اذا بحثنا بنكتشف بكل بساطه انه كلامهم كله ما له اي سند علمي، هو عباره عن تنبؤات بكميات كبيره جدا، بيتوقعوا لهم بخمسه صفحات، بيقعدوا بيقولوا لهم 65 طرف تماما. اذا زبط منهم 2 أو 3 بيجي الاعلام بيسلط الضوء على 2 أو 3 تنبؤات زبطه وبينسى الباقي اللي ما زبط. اذا لعبه التنجيم والمنجمين خلينا نكون صريحين هي لعبه اعلاميه وليس لعبه علميه، ليس شيء علمي. بس احنا بنقول انه كمان يعني عندي بيقولوا نحن عن دراسه علم ارقام، علم ابراج وحركه كواكب اليوم، حتى هنن يعني الشيء اللي عم يعملوه عم ينسبوه للعلم وليس للتنجيم. كثير بشكرك يا رشا، يعني انا بشكرك كثير لانه عم تحاولي تسلطي الضوء على النقط اللي هن بيحكوا فيها. هلا فعليا لا يوجد اي جامعه ولا مؤسسة ولا دولة بتعطي شهادة بالتنجيم أو بعلم الأرقام أو بهالقصص، اسمها علوم زائفة وبالتالي ليست علوم رسمية ولا علم بريء. بدها حلقة كاملة دكتور، هيك بنحط محاور بنقعد هيك بنحكي فيها. شكرا لحضورك دكتور اليوم، ولك صباحك وشاليلك العام وانت بألف خير. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية.